وبرضو عايزين نعرف حضراتكم ان كابتن محمود الخطيب الحقيقه وكامل اعضاء يعني مجلس اداره النادي الاهلي توجهوا بخالص تعازيهم وتقدموا بنعي للكاتب الصحفي الكبير مرسي عطله الذي رحل عن عالمنا بالامس، وهو طبعا رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام العريقه وكمان رئيس نادي الزمالك الاسبق، رحل عنا بالامس، سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم الاهل والاحباب الصبر والسلوان. واحنا اكيد بدورنا ومن خلال برنامج 10 الصبح في الاهلي بنتوجه لاهل وذويه بخالص تعازينا، ربنا يرحمه برحمته الواسعه ويجعل قبره روضه من رياض الجنه، ويا رب يلهم اهل وذويه الصبر والسلوان. الله يرحمه طبعا ويصبر اهله.